زيت اوكي هنتكلم وهنستكمل طبعا بالتفاصيل، لكن في خبر مهم جدا وخاص بفريق سيدات كره اليد بالنادي الاهلي، واللي قدر ان هو منذ قليل يتوج ببطوله منطقه القاهره بعد ما فازوا كمان بكاس مصر وفازوا بالدرع العام. ناقص لهم بس بطوله السوبر يكونوا حققوا كل البطولات اللي شاركوا فيها هذا الموسم، 4 بطولات، هتبقى حاجه كويسه جدا. فبالتالي بنبارك لهم، بنبارك لكل جمهور النادي الاهلي، اكيد فوز مهم وبطوله مهمه لسيدات كره اليد، واللي في الحقيقه على مدار السنوات السابقه كلها بيحققوا تقريبا معظم البطولات اللي بيشاركوا فيها. فاكيد بنبارك لهم وبنحييهم كل التحيه، ونتمنى لهم الاستمراريه في حصد الالقاب والبطولات للقلعه الحمراء.